اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبة اينما كنتم، ارحب بكم اجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما انطل عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا الاحبة في بغداد. احنا في جانب الكرخ اليوم وتحديدا في الوشاش او ضمن منطقة الوشاش اللي دائما بصراحة كل مناطق هي محط اهتمامنا وكل ناسنا هم محط اهتمامنا، لكن بعض الأحيان نتحدث عن إمكانية العمل وإمكانية الشارع بما يخص الوضع الاقتصادي للفرد، ويومي احنا بصراحة نسولف فيها ونعيد ونسقل على قولتهن قبل، نعيد ونسقل لكن للأسف ما جاي يحقق شيء على أرض الواقع، وكلها بمخيلاتهم البلد ماشي ويخبل ويجنن. هذا واحد. اثنين اللي بصراحة اللي يتواجد ميداني مع الناس أنا بقناعتي أنه أحسه يتعب نفسيا، لأنه المعاناة والمشاكل والأمور اللي تشوفها غير منصفة وغير منطقية، وبالتالي هذا كله تخلينا أمام بصراحة أمام مسؤولية، أمام الله أولا وأمام الناس ثانيا. يقول لك والله شو تريد تسولف، شنو رسالتك، أنت في بلد يا أخي، في بلد غني، ببلد بإمكانية حلوة، بناس بكفاءات، من أمهر المهندسين، من أذكى الأطباء، من أفضل وسائل التعليم في ذلك الوقت، واليوم اختلف كل الوضع. فهذا اللي يألمنا، وهذا اللي يألمنا يخلينا أمام مسؤولية كبيرة، وهذا يألمنا لأنه إحنا عايشين في هذا البلد. هسه اللي ما عايش في البلد ويشوف هذه الكلمات يقول لك والله الله يساعدهم، هذا اللي يقدر يقوله لأنه يعني ما عايش معاناة فعلية على أرض الواقع، فيقول الله يساعد العراقيين، وهذا واضح. لكن اللي عايش بأرض البلد وحاس بهذه الآلام وعايش المر بهذا البلد للأسف، لا، هذه يصير عليه مسؤولية ويصير عليه ضغط نفسي واجتماعي ويتحدث بما ينصف لازم، وحديثنا اليوم يكون منصف وبرسالة. فنتمنى من السادة الوزراء، من الكابينة الوزارية، نتمنى من السيد محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء المحترم، نتمنى من السيد رئيس جمهورية العراق، عندنا رئيس جمهورية العراق، فبالتالي انه لابد انه الامور تاخذ جانب مشرق لهذا البلد. يألمنا من نشوف ناسنا بهذا الشكل، ويألمنا اكثر من نشوف حركة الناس تجاريا اقتصاديا ميتة بسبب والله الدولار والتحكم الدولار والقضية دولار، والدولار سببنا مشكلة كبيرة بسبب انه الدولار جاي يهرب واحنا دافعين الثمن. احنا في بلد بصراحة كان مصنع، كان يصنع الاشياء اللي مقدر عليه يصنعها، يعني على قضية هسه احنا بسوق يعني بإنشائية وبكهربائيات، كان يصنع الفرفوري مثلا، يصنع السخان، يصنع البلاستيك. هسه لا، اصبحت يعني بصراحة كلها نجيبها من بلدان ونجيبها بمليارات الدولارات، زين، واحنا ضالين طايفين، لا احنا مشغلين معاملنا ومصانعنا ومشتغلين، ولا احنا، او اقصد الدولة كبلد، ولا احنا في يوم من الايام قالوا خلينا نسوي خطة عمل ونشوف المصانع اللي يعني على الاقل تقدير، يعني الامور البسيطة احنا جاي نستورد الصوندة ونستورد الكارتونة ونستورد الكيس اللايلون ونستورد الماسحة نستوردها، تجينا من الصين يعني بلد يعني مستهلك الى درجة انه اصبحت كل حياتك اليومية استهلاكي واستهلاكي وذب فلوس، يعني امكانية ذب على اشياء
يعني كارثية. صوندا تجينا من إيران، الكارتون تجينا من الصين، كيس اللايلون يجينا من تركيا، علاقة تجينا ما أدري منين، وهي هاي سببت لنا مشكلة وخلت البلد إنه يكون معتمد على قضية الدولار، اعتماد الكبير على قضية الدولار. لو كانت إنه فعلًا أكو فد مؤسسات تعمل وكل واحد من 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 مكانه يعني ينطف فد صورة، لا والله العالم كلها الحبيب. شلونك؟ شو أخبارك؟ ها أنت جديد صرج؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله زين. أول ما وصلنا قلتوا لنا شنو موضوع الحلقة وشنو تسولفون؟ يمكن سمعتني صارت عندك وجهة نظر. احنا هسه صرنا أنا وأنت يعني نعرف يعني ماكو شيء يصنع بالبلد، وعندنا وزارة صناعة وعندنا وزارات، وهسه تعاملنا كله تعاملنا يصير دولة. أي طبعا. شنو السالفة؟ شنو السبب؟ منين جاي نستورد؟ كله استيراد، الصين، تركي، يعني ما تصدير ماكو ولا انتاج ولا مصانع، كل شيء ماكو، كلها انسدت. زين، تعتمد على الخارج؟ طبعا اعتمادنا كله على الخارج. ايش قد صار لك المصلحه والاشياء؟ والله تقريبا من 2010 محلاتنا هنا، بس من الثمانينات والتسعينات محلاتنا هنا نفس. هاي المنطقه شو اسمها؟ هاي المنطقه يسحولها الوشاش، جسر مال الاسكان هذا، وهاي الوشاش هاي الصفحه يعني بدايه الوشاش منطقه الوشاش. نعم، هذا السوق تجاري يعني، الشارع تجاري من زمان لو هسه بدت الناس يعني. دا سوق تجاري يعني، ما احكي لك من الثمانينات من السبعينات. يعني انا عن ما وضح عن معارفنا هنا وخوالج انا هنا وعمامي كله، يعني سوق تجاري يعني قديم. المصلحه حلوه لو هم صارت هوايه وتغيرت، تغير البيع والله. هو اللي يحب شغلته المصلحة حلوة، واللي ما يحب شغلته المصلحة مو حلوة. ولا يعني صارت ككثرة وهاية، والرزق على الله، كل من الله كاتب له رزقه طبعا. كل واحد ياكل خبزته. نعم طبعا. زين، دراسة دوام؟ داني لا دراسة ولا تارك كثر. اي مصلحة. الله يعطيك الصحة والعافية، تدوى لعمرك، بارك فيك، الله يستر عليك. منو من القدامى هنا موجود بالمنطقة او محلاته موجود نقدر نسولف وياه؟ يعني عندك من القدامى حازم ابو عبد الله، سرمد ابو الصبغ يعني عن والده اخذ المصلحه، عندك ابو الهاجر، يعني ذول القدماء بالسوق يعني لا اعرفهم انا. جيد، انا جدا ممتن، فدوى لهم، بارك فيك، الله يحفظك، فدوى القلب، اتمنى لك الخير والسعاده دائما للجميع ان شاء الله، دائما وابدا يا رب. جدا ممتن ورده. طبعا كل الاخوه يعني احنا من الان بنسولف وياهم بغض النظر عن مصالحهم، لكن نتحدث بواقعيه اكثر. شلونك حب؟ شيخ فار اخوي، قواك الله، شلون صحه؟ ان شاء الله زين الحمد لله، يا ربي سعاده ان شاء الله دائمه وابتسامه خير الحمد لله. حبيبي شلونكم بالصبح؟ والله الحمد لله، الحمد لله. ساعات الصبح شويه المفروض بيها واحس بيها شغل حركه. رحمة، الحمد لله، الحمد لله. ايش قد صار لك بالسوق؟ صار لي تقريبا بالسنتين. ها ايه، قبلها شي تشتغل غير شغل. ايه يا ولا احسن، هاي المصلحه لو المصلحه المصالح كل النعمه تمشيت حال، تمشيت حال، الف رحمه على والدك. الحمد لله، نعمه من الله، الله يديمه، الحمد لله، يحفظه الله يحفظه. نفرح من نشوف شبابنا يشتغلون الحمد لله، ويطلعون على باب الله يقول لك احصل لي خبز الحمد لله، ما طلع عايشين الحمد لله. الحمد لله على كل حال، الله يخليك. ناس من القدامى هنا موجودين، ابو الصبغ اللي وصفونا اياه، ابو الصبغ طال ابو المحل والله. ها اي والله، الله يعطيك الصحه والعافيه، سلمنا عليك. الله يعافيك، بارك فيك، الله يسلمك. ورده حبيبي، تحياتي ورده. هو الاخ من القدامى صاحب المحل، لكن غير موجود حاليا. السلام عليكم. لا والله عليك. والله اسمح لي، شلونك حبيبي؟ الله يعافيك، كل هلا بالحبيب. اول ما اجينا انت تحشم بيهم، تعال هنا وتعال هنا ومر هنا نسولف. اساس عم ما اقدر كمان والله ما اقدر. شلونك؟ زينين الحمد لله. شلون شغلك حبيبي؟ والله تعبانين. عجب والله. شو على الورق؟ مكانكم حلو. نعم، شارع معروف. نعم، ومنطقة تقريبا هم بيها
على المار وعلى المستطرق واهل المنطقه. والله على عجب. اسباب الدولار هي الدرجه الاولى. اي اسباب الدولار. وضعي هم تعبانه بالبلد من يا جانب من ناحيه الشغل العمل. ايوه ماكو مشاريع؟ لا ماكو. ما المقاولين يمرون عليكم؟ ماكو ماكو ماكو. دوائر حكوميه تمر وتشتغل؟ لا ماكو 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 حبيبي. والله يعني على بس على المستطرق والماشي. على المستطرق وعلى الماشي. ماكو عقد مثلا؟ لا 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 ماكو. تجهيز؟ ماكو ماكو. ايش قصار لك هنا؟ اني؟ انا من 98 بهذا السوق. والله قديم. اي صاحب محل؟ لا 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 لو عامل بعدك. عامل والله. الله يعطيك الصحه والعافيه حبيب قلبي. عجب من ذاك الوقت لليوم ما رتبت. قبل اكو شغل اكو عمل، هسه ماكو. هاي سنه شهرين ثلاثه سوق تعبان فتور. اذا انت قديم كان البلد يصنع. اي يصنع بيده. كانت شو عندكم صناعه عراقيه مثلا كانت بذاك الوقت؟ كل شيء عندنا حلو. كان كله مال المؤسسه. اي كله مال المؤسسه. نروح نسلم مال المؤسسه. خلاطات، سيتات، مغاسل. اي حبيبي كل شيء اكو بالسوق كان. اي هسه الوضعيه كل شيء اختلفت. كل استيراد هسه كله صيني تركي وكله اغلبيتنا بضاعتنا من نربيل. اي نعم. الله يكون بالعون حبيب قلبي. موفق ان شاء الله حبيب قلبي. بس انا مرات والله اسال يعني اقول يعني هسه هاي هالبواري مثلا صعوبه واحد يصنعها بالبلد يعني؟ اي هي صارت عندنا صعوبه عند العراقيين. اي تجار اكو هواي تريد دمار هذا. اي تريد دمار. هي تريد دمار هذا البلد. تستورد من برا كان احسن ما فتح لنا معمل وضريبه ومي وكهرباء وهاي كان اجيبها منك صافي علي. اي اي حبيبي جدا ممتن ورد حبيب قلبي. بارك فيك. اهلا وسهلا بك. شفت شلون حكينا؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شو اخباركم حبايب؟ ناخذ من وقتكم دقائق والله اذا تسمحون. السلام عليكم عمي. شلونك الحبيب؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك حبيبي. يبارك برزقكم ان شاء الله. حبيبي رحم الله والديك. الله يديمك. احنا قلنا خلينا نمر الجماعه اليوم نشوف يعني شلون اسوقهم وضعهم. والله السوق احنا موضوع الدولار تدري اصحاب المحلات. موضوع الدولار ياثر على سوقنا بشكل مباشر. بشكل مباشر خاصه هسه هو سعر الدولار الرسمي 32. يقولون 32 بس. اي 32 ماشي بالسوق بالشارع ما لا من يعطيك 32 طبعا كلها على 55 و 54 زين. اي هذا الفرق يعني الفرق الدولار هم اثر على الناس اللي يشترون. اثر على الكل على اصحاب المحلات. من يصعد الدولار تصعد البضاعه طبعا. اي فاكيد راح ياثر على الزباين. اي طبعا والزبون هو اللي يدفع الثمن والمواطن اخير بالنتيجه اكيد. اي هسه كله مستورد عندنا. كله استيراد. ماكو عندنا شيء عراقي. كله صيني وايراني. شيك اياها. كل البضاعه صيني وايراني. عراقي ماكو. ماكو عراقي لا. صعب والله اذا صناعته مثلا. والله اسد المصانع. خلاط يعني صعب. كانت عندنا خلطات مال المؤسسه قبل. اي بس هسه احنا كل شيء ما عندنا لا صناعه لا زراعه تدري. كل شيء. بالذات كل شيء واقف متوقف انت. موضوع التعيينات عند احكيها كان مهندس مساحه حكومي. ما شاء الله. اي ما شاء الله. اسمي كريم. علي. لا ابو حسين. يعني كملت هندسه تخرجت؟ هندسه حكومي يعني مو اهلي. لا يابا. والله معدل 82 كان. ما شاء الله. اي تخصصت هندسه شنو؟ ما مارست بعملي هندسه مساحه. مساحه. اي وهسه انتم المفروض. حياتي هسه اشتغل. المفروض انتم الدوله بحاجتكم. من بحال الهندسه هسه بس تعرف انت القطاع الخاص ليش ما اشتغلت به؟ صراحه يعني ما كملت كليه بس ما مارست بها راسا التجهت للمحل لانه اصلا تعيينات ماكو. القطاع الاهلي دور خبره طبعا. دور خبره واحد مارس بمجاله يلا يستقبله. انا ما مارست ما صارت عندي خبره فاحنا شغلتنا الصحيات ابا عن جد. ظل طايف هسه ما تعرف لا اي فالتجهت لشغله اباي واجدادي صحيات. الله يكون بالعون. الله وديك حبيبي. ابو حسون حبيبي موفق ان شاء الله. يوفق الجميع ان شاء الله. اتمنى لك الخير والبركه حبيبي. انت البركه ان شاء الله. هوايه مثلك هسه تخرجوا ويمكن مارسوا شغلهم وهذا بس رجع على مصلحته ومصالحه. يقول لك المصلحه ما يعني انا اتحكم بنفسي انا اتحكم بوقتي. صحيح اذا تجي عليها حيل. صحيح اذا تجي عليها الشغل الحر افضل. الشغل الحر افضل من التعيين لان التعيين السحوله يعني تعرف تبقى سحونة الموظف مثل العبد. بس احنا هنا لان موضوع الدولار
الشغل قل، صار الشغل كله للشركات. هسه مثلا الشخص اللي عنده بيت راسا سلم الشركه انطاء، قام ابو البيت ما يجي، هيك صارت كله يسلموه الشركات. قبل هو يجي يسوق ياخذ بضاعته اي، هسه لا يطير مقاول، المقاول يقوم يدور مثلا على الشغله مو زينه ما يجي لهذا السوق، يروح لغير سوق يدور على الشغله المناسبه هيك يعني. اي تعرف انت، انا جدا ممتن لك حبيبي، يبارك فيك ورده حبيبي، الله يعطيك صحة والعافيه. بارك الله فيك حبيبي علاوي ورده. يعني تقريبا موضوع الخريجين والشهادات اللي والله اخوي مهندس حاسبات، هذا اي اخوي مهندس حاسبات اي ما شاء الله. سلم له حبيبي، سلم له علي الله يديمك. يعني والله مو هذه، يعني هاي احلام الشباب، يعني احلام الشباب انه يوصلون الى مستوى واحلامهم بهذا الشكل. يعني للاسف يعني والله يعني نتأذى من نشوف الوضع العام بهذه الصورة، نتأذى من نشوف الـ 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 السلام عليكم حب، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ انطوه خبر مو؟ انا سلم يشو يبلغ الله يحفظك. سلم حبيبي خير، الله زين، الله يخليك، خير على الله، الله يديمكم، الله يحفظك. اليوم احنا قلنا خلينا على قولته نسير عليكم نشوف شنو شكو ماكو، وبعدين سوقكم حلو ان شاء الله. وهم على شارع عام سي يعني المار والمستطرق هم يشوفه. لكن بيع ومشترى وتعامل شلون؟ والله يعني ماشي الحمد لله، بس ادري في الوضع البلد من صار الدولار لليوم ومشاكل يوم يا شكل، بس ايه الحمد لله ماشي. شوي احنا موقع خادمنا على الشارع هذا شوي يعني ايه شوي مسهل علينا وايد امور الحمد لله ماشي. ايش صار لكم بالمصنع؟ اللي هو الوالد هذا صار لنا من 98 هنا اي محل الوالد. أنا أسأل قبل شوي هم قالوا لي من الثمانينات أكو بيوم. أي صحيح صحيح. يعني هذا الشارع هو قديم بهذا المصنع. هو ما كان سوق، كان كم محل. شوي شوي صار سوق كامل. بس هو هنا الوالد هنا من 98 والعهد هذا اليوم. الوالد؟ لا والله طالع من هنا. زين بما أنه أنتم يعني أهل مصلحة وأهل خبرة بالموضوع. كان قبل أنه أكو عندنا صناعة عراقي. صحيح وموجودة لحد الآن. عندنا هسه. أي ما هي موجودة. بس الجودة مو مثل المستوى. ليش مشجعون الناس او يشجعون نفس الشركه المصنعه العراقيه انه تطلع الملاحظات تعرف يعني. هو قد ما يدي يسوي جوده ما هي مثل المستورد. ليش احنا موجود عندنا العراقي ونبيع منه وشغله حلو. عندنا عراقي نقدر نشوف مثلا هذا البوري ذاك اللي فوق زين، ذاك عراقي شغله مرتب بس هو مو مثل المستورد. يعني المستورد شغله احسن بهوايه وربحه احسن المستورد؟ لا العراقي. زين ليش ما تخلون تشجعون الناس؟ مو العالم ما تاخذ يعني يعني المستورد اصلا اقدم من المحلي. اها بس خلينا نصير. اي تعال تفضل. بعد غير البواري يعني قصدك هذا البوري هو هذا الاصفر؟ هذا ذاك اللي فوق. الاخضر. اي ذاك الازرق ذاك محلي بس هو الجوده مالته اقل يعني بصوره ملحوظه. يعني مو شيء بسيط. فلذاك العالم ما يعني ما تفضله. زين سعره هنا يختلف المستورد لو اي اكيد يعني هو اغلى شيء. اغلى من المحل بهواية. زين منو اللي الصناعه اللي تحسونها هي فعلا ماشي وضعها هنا عندنا بالعراق؟ يعني قصدك المستورد مثلا هو هذا المصري. المصري اي شركة سمارت وشركة الأمل الشريف، هذا السمارت البرتقالي وهذا الأمل الشريف. علي سحب. أي هذا يعني من زمان من كلش يعني. هو كان وما زال. غير البواري بالله، شنو عندك عراق بعد؟ ماكو بعد عراق. بس. أي بس عندك هذني عراق. لأن أحسن شيء هنا بالعراق. لأن تكرم المجاري. لأن كل عراقي هاي البواري. مو مشاريع تاخذ المفروض؟ هو ماكو غيره ترى كل عراقي هذا. يعني الشغلة الوحيدة لكل عراقي هو بس هذا. يعني شغله كلش مرتب مبين والعالم طلبه بالاسم. جيد. اي. يعني خش. اي لا احنا عندنا صناعات عندنا بس هو شوية مو يعني ما تقدر تضاهي المستورد. فهي والعالم ماخذ فكرة بعد ما تقدر تغيره. لا اقول لك مو هو هذا الصيت اللي ماشي والله العراقي و. ماكو هاي امور العراقي احسن من المستورد. بس العالم ما تقتنع. أنا جدا ممتن. سلام بك حبيبي. بارك فيك. حبيب سلمك يا حبيب. وفق إن شاء الله. حمد الله. رجال. جامعة فرايدي هندسة الطيران. الله يخليك. طلعت وياكم مرة. أهلا وسهلا. ظهرتوا
او مو انتم يمكن مجموعه طيارين طيارين انتم هندسه؟ انا هندسه. مش عجب ما حصلت؟ لا صلو. ماكو يعني حاولنا ماكو فرص يعني بالحكومه ماكو شركات قطاع خاص شركات العالميه اللي موجوده الان موجوده اي بس كلها عقود وراتب قليله. يعني خبر هنا محلي افضل من اي والله اي والله هندسه الطيران اي مو تو متعين مو قبل مهندس مساعد انه بتتدرج عود مهندس والشركات كلها تعين يعني كل الشركات اجنبيه ما عندنا شركات محليه حتى تعين محليين كلهم مصريين واجانب فكلهم بالشركات الصيانه كلهم مصريين الاغلبيه. هسه انت بلدك المفروض هي خطط البلد هالشكل انه تجبر الشركات اللي تعمل اي مو المفروض عين عراقيين بس ماك وحتى اذا تعينهم فراتب قليله كلش يعني واحد ما يصل نفس انه يتعين حتى الحمد لله. لحد الان بالحلقه ثلاث مهندسين مو علاوي ثلاث مهندسين انا اخوي مخرج علوم حاسبات اي هو قلت لك هو صار ترى شغل الحر احسن من التعيين بهواي. الله يبارك فيك الله يسلمك ويحفظك يا غالي حبيبي هلا بك ان شاء الله ما تحتاجون ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله شكرا حبيبي بسيتكم تحياتي وسلامي ورده هذا يعني هسه جوله بسيطه يعني احنا كلام بسيط هسه ثلاث مهندسين او اربع مهندسين اللي يعني عدا يمكن المستطرق اللي رايح وما نعرف شهادات لاصحاب الشهادات يعني بصراحه و بكل صراحه نتحدث بها انه للاسف هالشكل يصير بيهم. صاحب الشهاده مهما يكون الى فد مكانه الى فد جو الى فد اسلوب صح المصالح هي هم لا تقل اهميه عن الربح العلمي لكن مو تخصص الهندسه يعني حرامات والله حرامات اشوف شبابنا يعني حتى والله محرجه هذه المواقف محرجه من نشوف المهندس يشتغل وبيوميه 10,000 و15,000 يعني السلام عليكم داروا وجوههم الشباب الكباري شلونكم حبيبي شو اخبارك السلام عليكم جواكم الله شلونكم زين شو اخبارك الله يخليك شلون الصحه عندك شلون الامور الحمد لله على كل حال الشاشه شلون والله تزهو ان شاء الله تزهو بهلها ان شاء الله سهل طيب وجودكم ان شاء الله الله يبارك الله يخليك تفضل الشاشه لو خارج الشاشه من القدامه من جد احنا من السبعينات هنا زين من القدامه اي يقول لك مرات يقول الحجاج الكبار يقول لك اذا من السبعينات لا يعني مو جديد ومن الشياء والشياب مثل ما هي السبعينات الستينات الخمسينات الحمد لله الحمد لله والله البركه بك اكثر حبيبي والله كل مناطقنا حلوه ان شاء الله بس كان الله يوفر الامن والامان ان شاء الله هذا بعدين الله كريم بالباقيات الرزق يجي لا ان شاء الله هو الوضع كله تعبان تعرفون الوضعيه انتم تفترون بالمناطق وشايفين هذا الوضع تشوف الاقتصاد مالتنا كله تعبان منتهي هذه الصوره هسه من نشوفها ونشوف ان السوق مهم وساعات الصبح الاولى المفروض اكو بيها حركه بيع اكو بيها تعامل يصير بيها فد زياره للمنطقه يصير جولات للناس تمشي اسعار لا والله مو قصه الاسعار هي نفسها لا تغيرت ولا لا صعدت ولا نزلت بس هو الاقتصاد وقف اقتصادنا كله وقف شو السبب صعدت الورق الدولار من ذي الفتره ولحد هسه قام عودة الناس هسه على الدولار اي هو استقر الورق صار له شهرين مستقر ثلاثة اشهر بس العالم بعد ما تقدر هي زين مشاريع شغل موجوده بس هو المشاريع ما يدري يسوق من عندك هاي المشكله اي المشاريع كلها يستورد من برا شو يسوي جاك هو يروح هو يعتبر نفسه تاجر يروح يقص ويرجع صارت رخيصه الصين رخيصه مو غاليه اي ونحن البضاعه مالتنا ماكو اقتصادنا ماكو تدري انت يعني أثرت على حركة السوق إنه التاجر يروح هو يجيب يستورد وبراحته وكيفه هم يستوردون هي مشكلة من هو مشكلة أهل المشاريع قام هم يستوردون هي هاي المشكلة صارت مثلاً اقتصادنا وقف ليش قبل كان إحنا كان قبل ذكر مشاريع من الصير يجي يسوق منا ما يروح للشورج ما يروح للشورج حتى لو ما يروح للشورج يقول لك انا راح اتعب نفسي وهذه منا انا اسوق واطلع قد فرق 5000 10000 100000 مو مشكله بس هسه لا هسه هم قاموا هم يجيبون منك من الخارج يجيبون راسا مشروع قام يستفادون اي هي هاي المشكله
الله يكون بالعون ان شاء الله. الله يصلح. نقول الحمد لله. نقول مثلا احنا عايشين ولا بسك والله هذول اللي عايشين بالمصادر ولا هذه يعني مشكله. نشوفهم اي بدك تفترون انتم بدك تشوفوا ونتاذى ونتالم بس يعني ماكو شيء بالايد مشكله كلها ماكو احنا بدينا شيء يعني قاعدين ساكتين بس نقول الحمد لله وشك على كل حال. الله يهديهم. ان شاء الله اللهم امين والله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله. كل واحد يقعد الصبح يتوكل على باب الله ويشتغل اي صح ان شاء الله يم الله سبحانه وتعالى مخلينا كل على الله وش يجي من الله هو جدا ممتن. انا بارك فيك ورده بارك الله بك الله يحفظك صحه وعافيه. هذه يعني هذه هي وجهات النظر الان هي تقريبا حتى الناس هو كله تقريبا متشابه لكن القضية اللي احنا بحاجة إلها انه هذا الكلام المفروض ما يروح هيك هواء في شبك لا المفروض اكو واحد يستمع له المفروض اكو واحد يركز على هالكلمات يركز على هالطرق لحل المشكلة. المشكلة هسه هي موجودة المشكلة ما ضيع عنا كعراقيين ما ضيع بس القضية انه شلون نلقى حلها فحلولها هاي الناس تسولف فيها حلول حتى وان كان استطلاع رأي اهم تلقى بيه الحلول ممكن الحلول السريعة الحلول البسيطة اللي تحل لنا فد ازمة تقريبا كل المصالح هسه متوقفة كل الامور هي اصبحت بشكل بصراحة بشكل صعب جدا والتعامل هم اصبح صعب والإمكانية الناس هم مولولية هم صعبة وهي كلها تراكمات كلها تراكمات وكل الناس تسعى لأنه تسد احتياجاتها اليومية لا أكثر صدقني لا يريدون يبنون قصور ولا يريدون يوصلون إلى مستوى مليارديرية أبدا أنه فقط يسد احتياجاتها اليومية لا أكثر أنه أبو الإيجار ينطي وأبو الإنترنت وأبو المي وابو السحب وهاي يعني هي التزاماتنا اليوميه صارت لو فعلا اكو حل لا اقصد لو اكو فعلا ناس اللي تحل المشكله والله من الصبح تنحل من الصبح تنحل ترجع المعامل المصانع. السلام عليكم عمي خذ راحتك خذ راحتك. هذه يعني والله صعوبه الموقف انا نتامل ونتمنى انه يجي يوم وتنحل هذه المشاكل وتصير الناس نوعا ما تشتغل. السلام عليكم شوكم شباب شيخ بارك عمي شلون الصحة. السلام عليكم شلون كابتن شيخ بارك شلونك حد والله بخير شلون انت بخير الله يحفظك شلون امورك ان شاء الله بخير الله يبارك شغلك هنا والله عايشين الحمد لله لا الحمد لله كل حال يبارك بيك يخليك الله يحفظكم يبارك بعملك ان شاء الله ان شاء الله انت بخير. هذا جهاد الله يبارك فيك ويخليك. حضرتك منين؟ احنا قناه زاغروس فضائيه وعندنا جوله على السوق الانشائيه زين وهذا السوق مهم وحلو وقديم محل قديم صح الحمد لله. قد صار لك هنا والله بالسوق؟ يعني تقريبا هي 12 سنه تقريبا 12 سنه 12 سنه ايه. بس انا اقول لك هسه يعني شيء عام السوق تعبان يعني مو فقط سوقكم لا بس ما ادري كون اكو اسواق فتحت جديده ما ادري اكو اسعار متضاربه اي اكو غش بالصناعه اكو اسعار الماده تختلف عن ماده عن محل عن محل يختلف اي وسالفه الدولار هم اثرت عليهم اكيد اكيد بس هسه الدولار شبه مستقر تقريبا استقر عرفت الناس والدوله يعني تصرفها حلو من خالص كله بالسعر العراقي شويه ها شويه ركز السوق ركز بدا يركز بس تبقى الناس يعني شلون تبدي تقتنع بعدها على عقليه الدولار اي لان هو هي حساب عم انت البضاعه انت ما جاي تصنع بداخل البلد تضطر تستورد وتستورد بالدولار هاي هي حبيب عمي انا بالنسبه لي مو مباشر يعني مو انا ما حستورد انا متبع للسوق السوق ده يمين ديزني قوائم ديزني قوائم على اسعار عراقيه فمأمن مطمئن فتبقى شلون اقول لك لا اكو لا هو حياته حاسبه على كل الدولار يعني ما يحسب حساب الدينار العراقي ولازم يدعمه اثرت على الناس اللي يتبضعون قضيه الدولار
قصيده؟ بالبدايه بالبدايه يعني ذيك الفتره يعني بالذات سنه ال 23 كلش اثر. اي كلش بس بقى شوي شوي بدوا شلون يتعلم عليه. شوف السوق راسا هو سبحان الله وصع السوق وقف نزل السوق وقف. تسال شوف والله شنو الدولار الدولار الدولار. تروح للشورجة تلقاها تلقى الناس ما مستفتحه بذاك الوقت يعني. اي لا لا هنا لا اكيد يعني تجي مرات مثلا هسه واحد عيب يحكي الاسبوع يمكن يوم او يومين تشرب الباقي ساخن. يعني انت وراك ايجارات وراك عمال وراك المصلحه وراك دوله تقول ضريبه وراك كل شيء براس ابو المحل واقع. التزاماتك التزاماتك الشخصيه مو سهل. لا الحمد لله والشكر. شيء يجي من رب العالمين. نعم الحمد لله. انت من داخل المنطقه او خارج المنطقه؟ من المنطقه. من المنطقه يعني من القدامى بيها؟ ايه يعني والوشاش مقابلها بالزهور. ها؟ بالزهور هاي المقابل من سنه 73 73؟ ايه. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويسلمك. حلوه المنطقه صار بيها شيء جديد لو على وليه بعد؟ لا بدا تغيير. اي بالذات الفتره هاي الاخيره اكو تغيير. نعم اكو تغيير ونتوقع ان شاء الله احسن واحسن. امنيتنا والله. اي لا ناطق ما طول اكو ناس من ده تشتغل. طب يبين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. جدا ممتع. اشكرك حبيبي. بارك فيك. التوفيق يابا. والجماعه هنا شلونهم؟ لا ها؟ واحد الضبط من الاخ ورود ها؟ والنعم بيهم كلهم. بارك فيك. يخليك الله. سلامنا لهم جميعا. الله يبارك فيك. بس خلي يجينا ابو شاي نشربكم شاي فش. من وصول هذا ملقاك هذا كافي. جيب لكم مويه قبل شيء بسيط. بارك الله فيك. يعطيك حبيبي. يخليك الله. جدا ممتن. سلمنا على الشباب. شوفكم خير حبيبي. الله يديمك ويرزقك حبيبي. هذه يعني ندعو الله انه يوفقهم و يبارك بخبزتهم اللي يسعودها. يعني كلامنا مع العامل وكلامنا مع صاحب المحل وكلامنا مع المستطرق وكلامنا مع العده والمعده ندعو الله انه يرزقهم ويبارك بيهم ويبارك بعملهم. كل الامكانيات اللي عندنا بالبلد وكل الطاقات اللي عندنا بالبلد يا اخي. هذا البلد والله ولاد. البلد بعقول نيرة وبناس كفاءة وبناس تريد المصلحة العامة وبناس تسعى للخير وبناس هالملقى الطيب وبناس كفاءات وتريد تشتغل. فحلو من تكون اكو فرصة واكو فد عمل وآلية عمل تكون واضحة والناس يعني تاكل خبزتها بشكل يليق بها ويليق بعملها بصراحه. وهذا واقع حال هالشكل. احنا مرات يعني شويه نرجع الى وضع انا دائما اذكر المشاهد بانه كان بلدنا يصنع، بلدنا يزرع، بلدنا بثقافه، بلدنا متمكن علميا، بلدنا متمكن اقتصاديا. وكانت العقول في ذلك الوقت تشتغل على انه المصلحه العامه وليس المصلحه الخاصه. هسه اشتغلت المصلحه الخاصه اكثر من المصلحه العامه. فلذلك شوف تشوف الـ 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 الوزير او تشوف المدير عام الدائره يسعى الى 50 او 40% مصلحه عامه و 60% او 50% المصلحه الخاصه. وهي هذه اللي خلت المشكلة أنه تتفاقم وتصير بهذه الصورة. وكان الفلاح يزرع وكان الفلاح يستلم مبالغ مادية ضخمة من كان يسوق الحنطة والشعير مالته. يقدر بإمكانيته بنفس اللحظة يشتري له بيت، يشتري له حاصدة، يشتري له سيارة، يشتري ومتمكن. هسه الفلاح لا، إذا تروح للفلاح هسه تشوفه شبعان ضايع، ما يزرع، ما يماكو، يحط لك اياها هواي الاسباب. وهذا لليوم ما واحد افتقد قضيه السدود. ليش بالبلد صارت 23 سنه زين ما عندنا سد انبنى، او من التسعينات لليوم ما انبنى عندنا سد وقلنا خلينا نسيطر على المياه وقلنا خلينا نسيطر على موضوع الزراعه. وهذه
يعني هذه واحدة من الأمور، يعني واحدة من المشاكل اللي تألمنا أكثر من نشوف إنه الفلاح عايف زراعته والمهندس عايف اختصاصه. والسلام عليكم كابتن، شلونك الحبيب؟ شو أخبارك؟ ما تحب؟ أبد؟ خذ راحتك قلبي، خذ راحتك حبيبي. وتشوف كل التخصصات هي يعني مو بعملهم ولا بتخصصهم، وهالشباب هالحلوين الله يساعدهم. حياك الله وسلم، شلونكم؟ قواكم الله، شو اخباركم؟ حياك الله عبد الله، زين الله يخليك. والله بخير الحمد لله، الحمد لله يدوم الخير يا رب. حم الله والديك والبركه، الله يحفظك، ونتمنى لكم دائما شغلكم معدل. حم الله والديك، رزقكم حلال، الله يخليك. هاي كل الناس تدعيكم. حم الله والديك، ما دام تطلع تاكل خبزه حلال هذه. لا الحمد لله، فضل من الله رب العالمين. شلون وضعك؟ والله بخير. شلون شغلكم بالله حرام؟ والله تعبان، لو ضاع كلها تعبانة، السوق تعبان، شغل ماكو، هاي الشباب كلها قاعدة، اللي متخرج واللي أغلبهم خريجين؟ اي أغلبهم خريجين العالم. بس أنا قبل شوية ثلاث مهندسين. ايه عدد اللي ما عرفه سو اللي ما قايل شهادة اي صحيح، يعني الشباب كلها تخرجوا وقالوا ساكتة، وين تروح يا عالم؟ ايش عجب يعني، ايش عجب؟ يعني ماكو فد شغل او مصلحة واحد يعني هم يحتاج منها وهم توصل لمرحلة علمية وياخذ اختصاصه مثلا، لو ما يعني ما شو يعني شو يقدر يسوي؟ يعني هاي ما عندنا غير انه يتفتح برها، يعني ما عندنا غير انه تفتح لك محل او تشتغل لك غير عام. عندك مادة؟ اي ترجع للمادة. ايه قصالك هنا والله؟ والله احنا من الناصرية، كل الهلب بعد روح من الناصر، احنا قضاء النصر يوم الرفاعي. النصر يوم الرفاعي، ايه شاطره تجي شوي على الشاطره وترجع منها على القلعه وترجع منها على الفجر. صحيح، حياكم الله. ايش عجب ماكو شغل هنا؟ والله يعني اكو شغل بس مو يعني كله، يعني من الناصري. ايه كل الناصري هنا، كل محافظات بغداد. لا يقول لك ثقلها الناصري. ايه الناصري صحيح، هو موجودين هواي. تروح للطيران الناصري؟ ايه انا اقول لك هاي شباب الناصريه كلها متخرجه، يعني تعيين ماكو، يعني على شباب ما تروح تخرج له بعده. لا لا انا بطل، لا بطل تارك. تركته؟ اي تركته. كلكم هنا من ناصرية لو اغلبكم؟ اي ناصرية، وذول الجماعة من الديوانية. اها نعم، ديوانية ناصرية حلة هم. اي كلهم موجود. ابو غريب هنا؟ لا ابو غريب بالعمري هناك، ما يجون لجا والله. ما يجون لنا؟ لا ما يجون. بنجلاديش؟ اي ما شاء الله، حمد الشيعة السودان وخليهم هنا خير. عجب ما يعني تطلع عليهم رقابة؟ اي تطلع. يلزمونهم لو؟ اي لزمون. انا جدا ممتع، حياك الله، بارك فيك. حم الله والديك ورده حبيبي الغالي. شلون اخوي؟ ديوانيه حله ناصريه؟ ناصريه الله يعزك. الله من الشطره؟ من النصر. من النصر؟ اي والله. انتم هنا قربال و كل احنا اقارب هنا، حياكم الله. الله يعزك، حيا الله. شلون بغداد وياكم؟ والله ان شاء الله زينه، خير من الله. منامكم اكلكم شربكم؟ الحمد لله والشكر نعمه خير. زينين؟ الحمد لله زينين. قبل الناصرية ما حد يعني ناصرية بيها شغل، بيها شركات نفطية، بيها زراع، هسه شنو وضعها؟ والله وضعها نفس ماكو، يعني ما يستغلون شباب الناصرية يشغلونهم. والله يجيبون من خارج الناصرية شركات نفطية. ايش لا ما الاف مؤلف بيها هواية، الناصرية كبيرة اقول لك، مو واحد واثنين وثلاثة، محافظة كاملة طبعا تنتشر بكل المحافظات. زين تجي للعاصمة شباب الناصرية هنا تشتغل. اي طبعا. أنا قبل شوية سألت الولد، يمكن هواية عندنا من الناصرية طبعا، هواية عاصمة العراق طبعا تنتشر بها المحافظات كلها، بها ناصرية وبها ديوانية وبها حلة. بس ما سمعنا مثلا أبو البصرة هنا يشتغل، البصرة بها عمل طبعا. البصرة ما سمعنا مثلا يعني مناطق المحافظات الثانية، أبو ديالة مثلا. اي صحيح، أكو فدعتهم ناصرية دعم، نسبة الفقر بها موجودة. اي والجنوب شوية. اي والله الجنوب بعد تعبان، تدري بي أنت ديوانية. اي بالضبط، الحمد لله والشكر، نقول نعمة. النصر تغير بي وضع لو نفس الأولي؟ لا إن شاء الله يتغير بي الوضع جاي. والله بجهود الطيبين يتغير إن شاء الله. الحمد لله والشكر، موفقين. الله يعزك، الله يحفظك أستاذ، والنعم منك. تحتاجون شيء؟ والنعم منك، الله يحفظك. والله العظيم الله يسلمك يا طيب. الله يحفظك على راسي بعد قلب، الله يسلمك. بارك الله فيك، يحفظك حبيبي. خلي نتمشى بهذا الاتجاه طبعا. الله يرزقكم جميعا يا حبيبي. ورده موفق. ممكن الناس اي خادم والله. ودي شو اسمك؟ انا اسمي احمد.
حمودي حبيبي من بغداد. من بغداد؟ انا خريج اداره اقتصاد. ما شاء الله. اداره اعمال. ما شاء الله. دبلوم لغات. لا بشرفك. والله. ما شاء الله. رحم الله والديك. ايضا انشد عبر قناتكم. ضيم قاتله عجب عجب. والله. كل ذنب محصلها. ما حاصل لك. لا والله. لا يا والله كل شيء ما محصل. اداره اقتصاد؟ ايه اداره اعمال ودبلوم لغات اسباني. والله. وما حصلت لك فرصه؟ لا والله هسه انا حاليا صار لي 6 ايام او 7 ايام هنا بالمصر اوقف كل شيء ما في. لا يا والله كل شيء ما محصل. زين كملت الدراسه وين وين بيا جامعه؟ كليه بغداد علوم اقتصاديه. اهليه لو حكوميه؟ اهلي. زين. ودبلوم لغات اللي درسته من الاعداديه و... اها ما شاء الله. ايه هسه تخصصك لغه شنو؟ اسباني. ما شاء الله. زين ما حاولت شركات اسباني؟ حاولت دبيت اوراق دبيت على حكومي اهلي ما لقيت يريدون الا لو الاسوان لو يريدون اسوان والله لو شكل حلو بدون شهاده زين كفر اي كفر والله كفر اي ايش تبغى كفر كفر يريدون كفر كفر موضوع موضوع الكفر مو يهم لا مو يهم والله حلوين اي زين الشهادة هيك تركن يعني جوامته وعلقتها بالحائط شرفك والله ايش تسوي الحمد لله والشكر يا سنه والله تخرج سنه 2014 وصلك 10 سنين تقريبا 10 سنوات يعني ماكو واحد من قرايبك يابا ترى خريج واكل احنا كله قرايبي خريجين وقاعدين هسه اخوي الصغير هسه حاليا دا يدوس طب اسنان والله الحمد لله والمصدر ايش قصه لك؟ هسه انا صار يعني تخرجت بهذا المصدر انا تقريبا حتى بايام الكليه اوقف هناك والله تداوم واشتغل هنا بقول لي اشتغل شاي تشتغل شاي شاي والله الله يسعدك رحم الله والديك شهادتك جايبها من تعب مو لعب ايه لا استحنا ايش تسوى؟ لا هاي بالنسبه لنا احنا ما تسوى شيء بس انت بالنسبه لك تسوى احنا ما دارسين انت بالنسبه لك تسوى بس احنا عندنا ستة حالك من حالنا ما تسوى انت خليك تعب عليها لان انت ما طول انت بالعراق لا تتوقع اكو مستقبل كل مستقبل ماكو بالعراق بغير دوله اكو مستقبل هنا أنا مستقبل فاشل شوف هسه هسه هو شهاده هسه هسه شهاده ولا هاي مو شهاده ايه؟ يعني مراهمين وضعكم ماشيين احمى الله والدي بس ابو الشهاده شويه الى المفروض الى المفروض الى عدوانا يا الدوله ذا الى المفروض هسه هو ماكو هسه هو اولويته احسن منك باعتباره ايه لغات ومكمل دراسه احسن من عندك هسه هو اولويته وين يلا هذا اولويته احسن من عندك هنا بكان هنا يصير ها لا وين مو زين بكان مو هنا المفروض يعني اسوي من قدم اوراق وقدم هاي اما الدوله تباوع عليه بعين الاعتبار خطيه المسكين هذا يعني اللي يدورون واحد حلو الا وحده حلوه وشعرها وهاي هيك يلا يقدموا الا عده واسطه الا بفلان حزب الا مثلا عم عميد لو هاي ويقدم له واسطه الرجال ما عنده لا عميد لا لا الدنيا لا واسطه لا هاي مشول هي اسول هي لله خطيه ومشول هي هسه هذول شوفوا ما اغلبيتهم لا رعايه لا دوله لا رعايه لا دنيا لا هاي حتى رعايه ما لا رعايه لا دنيا لا زوج الحمد لله وشكرا قاعدين بيت تجاوز شرف والله والله مقدم على الرعايه والله مقدم صار لي هاي 8 سنين ما اقول شيء ماك هاي الشريحه كلها تعبانه كلها ما عندها رعايه تعبانه كلها الشريحه تعبانه حتى رعايه ماكو وداتك انت اكواد عندنا هنا عندنا 3 بيوت وعنده شبه ما اريد اجيب اسمه وسياره يستلم رعايه واخوه واخوه الاخو كليتهم بيوت وهاي ما حد ينظر بعين الاعتبار لهالمساكين هاي كليتهم مو بيناتهم خليها حرامات عمي انت بالعراق لا تقول شيء حرامات قول الأسوأ لا تتوقع شيء يقولون الله موجود بس ما حد يمشي بتعاليمه هذا يحكي صحيح ما حد يمشي بتعاليم دارس فاهم عندك شيء ماكو ما حد يمشي انت باوع هسه انت ابسط شيء اجاك شهر رمضان طيب شوف باوع لا لا بالدوله الاوروبيه ذولا يهود مو يهود او مو اسلام احتراما للفئه القليله بالاسلام هناك فئه قليله يسوون خصم بالاسعار تشوف هسه احنا بياسها من هسه شوف هسه بياس علقت تشوف شوف لا البقوليات شوف النشيه شوف الهاي ذن شوف كليتني بيصارن ذول الاسلام
تتبع ذولا اسلام هذولا كفره لو يهود لو اسلام يلا خلي الشجره حبيب. الشجره تعبانه ما يصير تتبعها مو شجره الشجره امات الشجره شجره هذا دارش فاهم احنا بعدنا كل شيء موافق جدا سعيد بشوفتك ورده حمودي ورده الله يبارك فيك اسعدناك والله احنا والله لا والله احنا نريد نناشد على قناتكم خادم كريمه المفضله المبجله على الاقل بلكت الله على الاقل يوصل واحد شرف فوق ماكو شيء بلكت الله حبيبي حمود اشكرك انا رحم الله وديك احنا نعتذر بارك بي اخاف ضوشناكم لا بالعكس حبيبي سعيد بشوفك الله يعطيكم الصحه والعافيه والله المهم انتوا صوت الشعب صوت الناس صوت ال والله علمي والله العظيم تفضل هذا سادس علمي هنا عندنا بالله الكريم حمود رحم الله شوف هذا الحكي هسه اللي يدور والاخ هنا يسولف بس من تقول لي شهاده وتقول لي انا مثلا مخلص شهاده وتعبان بالجامعه وواصل مرحله هاي هنا تألم هنا تقر هاي تألم نتوجع احنا بس شو نسوي؟ الحمد لله احنا نحاول عسى ولعل الله يفرجها يبارك فيك يشيل هالغم هذا والله بما انه انت مقدم على الرعايه شو تقول للاستاذ احمد الاسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه؟ خلي هو خريج وسولف وياه اريد هو سولف وياه بالاسبان اريد هو يفتر يفتر بين الناس خوش حكي شو هسه انا يمي بيوت تجاوز هوايه خوش حكي كلهم ما مستلمين راحه اما هذول منطقه قرب تمثال ابو جحفه ومنصور حيدراب منطقه حيدراب محله 603 يجي يفتر هناك اغلبيتهم ما عندهم يجي يطب المنطقه اللي هي الراقيه 60% عندهم للأسف خير. أشكرك حبيبي الله يبارك فيك ممنون شبابنا نشوفكم بخير إن شاء الله بارك الله بيكم بعملكم يا طيب يعني هذا هو اللي يألم يعني هذا اللي يألم اللي نشوفه و يعني هسه نقول مرات نقول هذه نتأسف عليه نتأسف ونحس بألمها ونحس بلوعتها صاحب الشهادة من يكون عنده شهادة وتساوي مع الأمي لا يقرأ ولا يكتب هاي هي هذه هي اللي تألم لذلك العقول العراقية أنا مرات أقول هاجرت العقل العراقي اللي إله ثقل ترك البلد وراح قال لك هي راح تصير تنخبط وإذا انخبطت بعد ما حد يصفيها وهي إذا ترجع للواقع الحال انخبطت وما حد يصفيها انخبطت الزين بالموزين وال واللي ابن وصول صاروا حالة اللي مقطم واللي يعني اختلفت الوضعية وحرامات هذا هو اللي يألمنا ولا هاي الشباب استغلها خير استغلال انا اشغلها بمؤسسات الدولة بمصانعها واشغلها وخلي العالم تاكلها خبزة حلال هذا اللي تخلي يروح ويتجه غير اتجاهات وتالي تلزمونا طلعونا بالتلفزيون والله سوى جريمة والله صار تاجر مخدرات والله أخذ كريستال منين أخذ كريستال غير من نظيمكم وعدم عدالتكم بين الناس ولا هي هاي الناس شلون يطلع عن الطريق هو من تتعامل ويا بسطحية وفوقية لا يطلع عن الطريق حتى أبنائكم يطلعون عن الطريق تقبلوا ودي واحترامي أنا محدثكم أحمد الركابي وزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقة الأليمة زميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق شكرا خير السلام إلى اللقاء